التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد المكتوم بحضور سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة السفيرة مريم خليفة الكعبي. اللقاء شهد استعراض ملامح مقترحات إماراتية لتنفيذ بعض المشروعات في مصر والتي تركزت في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخاصة أن الوفد الإماراتي لديه عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال. كما تم عرض بعض التفاصيل المتعلقة بأهمية المشروعات المقترحة والعوائد المتوقعة من تنفيذها، وتم تنويه إلى رغبة الإماراتيين في إقامة مصانع متخصصة في هذا القطاع الحيوي. استعرض رئيس مجلس الوزراء آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة في ضوء نتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022-2023. وخلال اجتماعه بوزير المالية وعدد من المسؤولين المعنيين، تابع رئيس الوزراء إجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي، وتطرق الاجتماع لبحث عدد من الإجراءات المتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي بهدف احتواء معدلات التضخم وتعزيز الإيرادات العامة والسعي لتحقيق فائض وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة على العمل على تطوير المناطق غير المخططة في مختلف مناطق الجمهورية، ولا سيما في محافظة القاهرة، وذلك في إطار التوجيه الرئاسي بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها التي أثمرت الانتهاء من تطوير مختلف المناطق العشوائية غير الأمنة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، وتم التنويه خلال الاجتماع لأنه سيتم التنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية والجهاز القومي للتنسيق الحضري بشأن المواقع المقترح تطويرها خلال المرحلة المقبلة من أجل إعداد دراسة الوضع على الطبيعة ووضع الحلول المناسبة، سواء برفع كفاءتها أو تطويرها بشكل كلي، مع وضع تصور للاستفادة المثلى من هذه المناطق في إقامة مشروعات تنموية وخدمية لخدمة الأهالي بها. تتواصل عمليات صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر عبر 40,000 منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن. في إطار جهود الدولة لتوفير السلع المدعمة للمواطنين، تواصلت استعدادات المنافذ التموينية بمحافظة الجيزة لبدء صرف العديد من تلك السلع لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر ضمن مقررات التموين. الساعة 9 الصبح كل الجمهورية شغالة، تجار تموين وشباب جمعيتي وجمعيات هنخص الجيزة بالذكر. المواطن بينزل من 9 الصبح بيلاقي بضاعته موجودة، لأن كل التجار وشباب جمعيتي بيبقى عندهم 25% من التارجت اللي بيصرفوه طول الشهر، بيبقى عندهم بقت عندهم في محلاتهم من يوم 25/27. يعني نقدر نقول مثلا اللي بيصرف ب 400,000 جنيه تقريبا طول الشهر بيبقى لازم يبقى عنده قانونا رسمي عنده بضاعه في المحل ب 100,000 جنيه. فمن 9 الصبح المواطن بينزل بيلاقي بضاعته موجوده، وبعد كده التاجر بيعمل 3 استعراضات في الاسبوع الاولاني اللي بما فيها يبقى عنده اجمالي توتال 100%، بحيث لو المواطن كل المواطنين نزلوا في توقيت واحد لا هيلاقي بضاعته موجوده. وشهدت منافذ الجيزه اقبالا من المواطنين ضمن 40,000 منفذ على مستوى الجمهوريه، مع ضخ السلع الغذائيه بالشركات التابعه لوزاره التموين وطرحها للمواطنين باسعار مخفضه. الحمد لله كل حاجه بتبقى متوفره وبنيجي نصرفها على طول من هنا كل شهر، والحمد لله الشهر ده اسعار مخفضه والدنيا تمام يعني الحمد لله. تاتي عمليه صرف الحصص التموينيه مع تشكيل مجموعات عمل من الاجهزه الرقابيه التابعه للوزاره بالتعاون مع جهاز حمايه المستهلك. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات قبل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وارتفعت العقود الأجل لخام برنت بنسبة 1.91% لتصل إلى 86.64 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسط الأمريكي بنسبة 2.2% ليصل إلى 82.66 دولار للبرميل، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1% لتصل إلى $2.99 للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.21% لتسجل نحو $3.49 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25% و55%، وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عقدين. يأتي هذا بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي عن شهر سبتمبر بنسبة 4%، بينما استقر التضخم على المستوى السنوي عند المستوى 3.7% دون التغير عن القراءة السابقة. هذا وقد سجل الاقتصاد الأمريكي نموا خلال الربع الثالث بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين بنسبة 4.9%. أكد مجلس الذهب العالمي أن العدوان على غزة واشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط قد عزز الطلب على الذهب من جانب حكومات العالم وبنوكها المركزية بنسبة 10% في غضون 16 يوما فقط، وبصورة غير مسبوقة تؤكد قناعة دول العالم بأن الذهب سيكون الملاذ الآمن لها في مواجهة التقلبات الدولارية وارتباكات اقتصاديات العالم المحتملة إذا لم تضع الأزمة أوزارها في أقرب وقت ممكن. يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يتعدى حجم الطلب العالمي على الذهب هذا العام عن الطلب المسجل في العام الماضي الذي كان حوالي 1081 طنا من الذهب.